وصلنا لمرحلة حاسمة بداية مع النتائج المسلسلات، وقبل ذلك لا بد من الحديث عن لجنة جميلة تحضر بيننا في هذه الدورة. وكما العادة عودكم يا رجل الكلاس الدراما التلفزية على أسماء وازنة وأسماء مهمة في هذا المجال. هذه السنة نفس الشيء، بداية مع دكتور سي محمد برادة الأكاديمي القاص المترجم والروائي القامة الأدبية الرفيعة، وهو من يترأس لجنة تحكيم المسلسلات، فليتفضل مشكورا. الدكتورة رشيدة أحفظ، السيدة التي نجحت وبامتياز في جمع بين ما هو قانوني ودرامي. غزالة ديالنا الممثلة المحبوبة سعدية لدير. ومخاطبة الحس النقدي لدى المواطنين. وعلى الرغم أن إنتاجات الدراما التلفزية لا تزال في مرحلتها التأسيسية، فإنها راكمت مسلسلات أخذت تثير اهتمام المتفرجين وتدفع إلى الجدال والخصم حول القضايا التي تطرحها وحول أشكالها الفنية. وقد تجلى جانب من هذا الجدال الحواري خلال الندوة التي عقدها مهرجان مكناس في دورته 11 حول أدوار ومسؤوليات منفذي الإنتاج في الارتقاء بجودة الدراما المغربية. ونحن نأمل أن تعمل الصحافة الوطنية على تحليل وتعميق الآراء التي أسفرت عنها هذه الندوة، لأنها تجمع بين آراء الفنانين وآراء منفذي الإنتاج وتقدم مقترحات ملموسة لتطوير الشعور المصاحبة للإبداع والإنتاج. شكرا جزيلا للأستاذ سي محمد برادة. الجائزة الأولى، أي جائزة؟ سيناريو تعلن عنها الدكتورة رشيدة أحفظ. الدورة 11
للتلفزه المغربيه اللي كتنعقد تحت رعايه سيدنا الله ينصرو الاستاذ عبد الله الفوز والاستاذه وتيلي. بالطبع كل الشكر للسيد الرئيس المؤسس والمدير مهرجان للدوره 11 للدراما التلفزيه بمكناس على هذا التنظيم الباهر وعلى هذه الفرجه الممتعه وعلى الندوات المواكبه للمهرجان. بالطبع كل الشكر لساكنه مكناس لساكنه العاصمه الاسماعيليه. وسعيده جدا ان اكون ضمن لجنه التحكيم. اذا احسن او جائزه السيناريو تعود شكرا جزيلا.